مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن ألبوم أنا بالنسبة لي أقوى ألبوم أو من أقوى ألبومات عمرو دياب آخر 15 سنة. آخر 15 سنة يعني هنحكي من 2007. 2007 يعني هنقول من الليلة دي الوياه لحد يانا يا لأ أو الأغاني السنجل اللي نزلت بعد كده السنة اللي فاتت. قبل بس ما ابتدي يا جماعة، الناس اللي على الفيسبوك خشوا اشتركوا في قناة اليوتيوب، لأن قناة اليوتيوب هي اللي فيها كل الريفيوز بتاعت الأغاني اللي بتنزل. انا مش بحط الاغاني على الفيسبوك، الفيسبوك ده بيبقى في حاجات تانية، لكن الاكتر بيكون على اليوتيوب. فلو انت بتحب رايي في الاغاني ونشارك بعض والكلام ده كله، خش اشترك في قناه اليوتيوب اكرم ناجي، هتلاقيها تحت اصلا في اول كومنت بحطها دايما. ليه وايام من وجهه نظر البوم انا شايف نوع متكامل. اول حاجه هي الموسيقى، عمرو عمل اشكال موسيقيه كتير في الالبوم ده، وانا وجهة نظري انه تفوق على نفسه في حتة الهاوس تحديدا، انه عمل هاوس تاني مرة بعد نقول ايه عمل وياه. وانا بالنسبة لي وياه اقوى من نقول ايه، ولكن نقول ايه ممكن تكون خدت التوهج بتاعه، بما انها كانت اول اغنية هاوس عمرو يعملها ويدخل الهاوس بقى الوطن العربي نوعا ما، لكن انا بالنسبة لي وياه اقوى بكتير ككلام ولحن وتوزيع. هنبتدي باغنية واغنية ما تقلقوش، ولكن برضو من الحاجات اللي مخلية فيه افضلية الالبوم وياه عن اي البوم تاني في الفترة دي، هو انه عمل برضو تنوع بين الاغاني الدراما والرومانس. يعني حط مثلا ايه اغنية زي يهمك في ايه، وفي نفس الوقت وحياتي خليكي، اغنية رومانسية جدا واغنية دراما جدا وحاجة بهدلة مع بعدت ليه. انتم متخيلين من كتر ما الالبوم ده كان قوي جدا، اغنية ما كنتش ناوي اودعك بس انت ما فهمتش. الاغنية دي من كلمات تامر حسين، وتامر حسين على فكرة ده كان اول عمل او اول شغل بينه وبين عمرو دياب، كان الاغنيتين دول ما كنتش ناوي وياه. انتوا متخيلين يعني انه يكون شاعر جديد يبتدي مع عمرو دياب بداية قوية زي كده مع باغنية وياه، دي كانت حاجة جامدة جدا. فانتوا متخيلين من كتر ما الالبوم كان جامد قوي شال ما كنتش ناوي اودعك. يعني عارفين انتوا لما حاجة تكون حلوة لدرجة ممكن تموع، يعني هو تقريبا وجهة نظر عمرو كده، اللي هو اغاني دراما حلوة قوي وكتير، وبعد كده راح حاطط لك قام الفراق. يا جماعة لا، يعني في بهدلة، في شغل جامد قوي في الالبوم ده، هنفصصه واحدة واحدة كده. وهو انا وجهة نظري ممكن تكون مش اقل حاجة، ولكن الحاجة اللي ها يعني كانت عادية هو الكليب. انا بالنسبة لي كليب نقول ايه كان اقوى من وياه، وياه كان كليب لغرض الكليب. يمكن برضو من الحاجات النادرة شوية انه عمرو يصور اغنيتين في البوم واحد. ما قلتش اول مره يعملها، بس كانت نادره لانه عملها قبل كده في العالم الله وتملي معاك. حتى العالم الله ما نزلتش بشكل رسمي، كانت نازله متسربه وكنا بنبدلها بقى ايه على الهاردات ومش عارف ايه. شفت الكليب بتاع العالم الله ده عمرو دياب؟ فكنا مستغربين هو ليه ما نزلهاش، ولحد دلوقتي مش فاهمينها. ولكن الالبوم ده هو صور اغنيتين، اغنيه وياه واغنيه بقدم قلبي. وانا بالنسبه لي بقدم قلبي احلى، يعني بقدم قلبي احلى من وياه. كانت سيمبل وبسيطة، وبالمناسبة الأغنيتين اتصوروا في بيت عمرو دياب. نخش بقى على غني بالتفاصيل. وياه من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع حسن الشافعي، والألبوم كله توزيع حسن الشافعي يا جماعة من الآخر يعني. ونوع الموسيقى في أغنية وياه هي هاوس. أغنية بقدم قلبي من الأغاني اللي أنا شايفها ما خدتش حقها يا جماعة خالص، يعني أغنية تحفة. ناس كتير هتقول لي لا دي خدت حقها، دي جامدة جدا، ماشي. بس أنا بتكلم بالنسبة أعظم مثلا 100 أغنية لعمرو دياب، انا متاكد ان لو حد مش من عشاق عمرو مش هيحطها. بس انا شايف ان هي اغنيه جامده جدا على فكره ككلام ولحن وتوزيع. الاغنيه من كلمات ايمن باجت قمر، الحان عمرو مصطفى، توزيع حسن الشافعي، والاغنيه نوع الموسيقى بتاعتها سبانيش ستايل. اغنيه كله الا حبيبي طبعا من الاغاني المقسوم، فاكيد نوع الموسيقى بتاعتها مقسوم. والاغنيه من كلمات عبد المنعم طه، الحان محمد الامين وعمرو دياب، وتوزيع حسن الشافعي. وخدوا بالكم يا جماعه من حاجه، في الوقت ده عمرو ما كانش بيركز مع الاغاني المقسوم اللي ترقص قوي. بمعنى ايه؟ كله الا حبيبي ترقص وكل حاجه، لكن التوزيع يعني تحس انه مقسوم ابن ناس، مش زي دلوقتي. احنا ممكن نقول انه عمرو بقى بيقدم مقسوم كتير اخر 3 4 سنين، ولكن بصراحه بيقدمه بشكل تحفه واحترافي وحلو جدا، حتى كاغاني مناسبات. من اكتر الحاجات اللي بتوقف عندها زمان قوي، لما كنت مثلا بعمل كوكتيلات ولا بتاع ايا كان بقى في خطوبه اخويا، مش عارف احط حاجه لعمرو، يعني مش عارف احط قمرين، يعني تلاقي حكيم وايهاب توفيق كل حاجه بترقص. عمرو الوحيد اللي كان المطرب الستايل ده كان تحفه وحلو جدا، ولكن انا بتكلم من اول 2000 مش قبل كده. ولكن في الوقت ده ما كانش فيه اغاني بترقص
لا 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 لعمرو دياب بالمعنى الحرفي، مش اغنيه دلع، اغنيه ترقص. يعني انتوا متخيلين ان انا ممكن ابقى حكايتك هي اللي ماشي، بس حتى الريتم بتاعها مش رقص، الريتم بتاعها مش لمناسبه، فاهمين؟ مع انه مثلا اغنيه زي معاك بجد كان قلبي طايق، اه حلوه والريتم بتاعها مقسوم اللي هو الشرق الجميل بتاعه، ولكن كلامها يعني ممكن واحد راح يطلق مش راح يتجوز. فهي دي اللي بتكلم عليها، وكلمه بترقص مش قصدي ان لازم حد يرقص عليها، لكن انا بتكلم اغنيه مناسبات، اغنيه افراح زي ما بيقولوا. فكله الا حبيبي حلوه، ولكن في نطاق المقسوم ابن الناس الحلو اللذيذ. الله على حبك انت بقى، واحده من الاغاني اللي نجحت قبل ما تنزل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه كان في الوقت ده في اعلان لبيبسي وقال لك الله على حبك انت، ما بحبش غيرك انت، والدنيا عندي انت والدنيا عليك شويه، بس خلصت. وراح حاطط لك البيت التكنو تك تك تك، الدنيا ولعت. وكان ترند ساعتها ايام ما كانش في حاجه اسمها ترند اصلا، ولكن كانت نغمه الله على حبك انت دي كانت في كل الموبايلات، واللي يوعى في البوم وياه كويس اللي واعي في الوقت ده هيفتكر انا قصدي ايه، وهيفتكر انا بقول ايه تحديدا على حته ان انت تغير نغمتك باغنيه لعمرو دياب، وتحديدا الاغنيه دي كان بقى اللي هو كنت روش فشخولي، يعني اللي هو انا عمرو دياب بيرن. فالاغنيه من كلمات مجدي النجار والحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي، ونوع الموسيقى طبعا تكنو. بيهمك في واحده من اعظم اغاني عمرو دياب الدراميه، الاغنيه اللي قعدنا فتره كبيره كده ما نسمعش، نوع من انواع الرتح اللي هو يعني زي انت مغرور كده، وده اندل فبيدل على عبقريه الشاعر ايمن باجت قمر، اللي هو ممكن يعني يمرمطها وفي الاخر يقول لها ما بقولش حاجه، يعني تحس انه محامي هو اللي بيكتب الاغنيه، يمرمطها ومفيش ثغره تقدر تطلعها عليه. يعني يهمك في اموت ولا اعيش، ده كلام مالكش تسالني فيه، فاهمين؟ بعد كده مين اللي قدامي ده، واحد معرفوش، ما بقتش اخاف، يعني بهدله منه، بيعاتبها بحب بس في نفس الوقت ايه بيفوق، فممكن يعني يرميها من البلكونه بعد كده. الاغنيه من كلمات ايمن باجت قمر، الحان محمد، توزيع حسن الشافعي، ونوع الموسيقى هي 8 بيتس. حلوه الايام، واحده من الاغاني اللي لو ما كانش وياه موجوده كانت ممكن هي اللي تتحط. وعلى فكره انا يعني تقريبا على ما اتذكر انه في وقت ما انا طبعا كنت بستنى كل سنه البوم عمرو البوم عمرو، فكان في اخبار ان اسم الالبوم حلوه الايام. انا ده فعلا انا افتكرت حالا وانا بصور والله، لان انا من نوعيه الناس اللي ولا بحضر ولا بنيل، انا بطلع اقول كده ايه اللي انا المعلومات اللي انا عارفها ورايي في الاغاني بشكل عام. فالاغنيه دي تقريبا كان اسم الالبوم حلوه الايام، لان انا كنت حاسس ان الاغنيه دي هيت، يعني الاغنيه دي هيت، وكانت لازم ان هي كمان تتصور. على فكره عمرو من الحاجات القوية جدا اللي عملها الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو دياب وتوزيع حسن الشافعي، ونوع الموسيقى هي كانتري ميوزك. وعمرو من النوادر إنه بيعمل نوع الموسيقى دي، بس طالعة تحفة. طمني طمني من الأغاني اللي برضو نزلت وعملت ضجة جامدة جدا لما نزلت في إعلان بيبسي، الأغنية أنا شايفها برضو من الأغاني المتكاملة واللي كده إيه عدت علينا بصراحة كده في السريع، يعني عشان نكون واضحين، لأنه عمرو كان غزير قوي في الألبومات من أول 2013، دريبيت دريبيت دريبيت، شوية أغاني إيه، شوية ألبومات كتير وكلها حلوة، ولكن مش هقول لكم ظلمت الأغاني التانية وما ركزناش معاها. بس الفترة لحد 2011، من 2000 ل 2011 كان بيبقى فيه سنة أو سنتين أو سنة ونص حتى، فترة زمنية بين الألبوم والتاني، وعمرو كان بيبقى مختفي تماما. فالفترة دي انت بتفصص الأغاني بتفرمها، وحتى في أغاني برغم كل ده في أغاني برضو ما بتاخدش حقها، لأنك بترجع للألبومات اللي قبليها. من ضمن الأغاني دي طمني طمني، كسرت الدنيا في الوقت ده، ولكن طمني برضو من الأغاني اللي أنا شايفها كان لازم يتعمل عليها سبوت أكتر من كده، أغنية تحفة، الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان البدر كلباش، توزيع حسن الشافعي، ونوع الموسيقى بتاعتها بوب. مالك مالك بقى، يعني أيمن باجت قمر عنده كده شوية استمراريات اللي هي بتاعت إيه، بتاعت كان طيب كده عيني عينك، فاهمين الحاجات دي. هو بقى دي محمد دايما بيعملوا كده إيه، زي مسابقة زي تحدي مع عمرو دياب، بيحطوا كده قصص ورا بعض في ألبومات مختلفة وإنت تبتدي ترصهم وتحطهم مع بعض. الأغنية دي من برضو من الأغاني القوية جدا ككلام، وعمرو بيحب قوي الستايل ده لأنه بيعمل عليه لحن حلو. يعني عمرو على فكرة لحن
اغاني في الالبوم ده كتير ولكن جامده جدا. يعني انا مش مصدق مثلا ان هو مثلا ملحن اغنيه زي حلوه الايام. حلوه الايام دي قويه جدا كلحن وككلام وكتوزيع، لكن كلحن لا، فيها جمل وفيها شغل، مش مجرد تيمه واحده وعيدها لا. فانا شايف انه مالك برضو من الاغاني الحلوه قوي، مالك من كلمات ايمن باجت قمر، الحان عمرو دياب، توزيع حسن الشافعي، ونوع الموسيقى مقسوم اورينتال بوب، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. وحياتي خليكي، وحياتي خليكي اول ما الالبوم نزل وسمعناها قلنا يا عمرو رجع لزمان، اللي هو اصلا انا بتكلم على زمان، لا هو بقى كان زمان زمان، فقال لك عمرو بقى رجع لعودوني. اصل احنا دايما عندنا المشكله دي يا جماعه على فكره، واللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي في 2022 مش هيفهم ان في 2007 في ناس كانت بتهاجم عمرو وتقول لك عمرو ما بقاش زي زمان اللي هو في التسعينات، ودلوقتي بيهاجموه ويقول لك عمرو مش زي كمل كلامك والليله دي، يا فاهمين؟ فهي دايما بتبقى كده والراجل مكمل فشخولي ما مالكش دعوه بحد. المهم يعني الاغاني دي من الاغاني اللي الناس اول ما سمعتها يا عيني هو ده عمرو بتاع زمان. احنا عندنا مشكله لما عمرو بيعمل اغنيه جديده خالص يقول لك فين عمرو بتاع زمان، لما عمرو بيعمل اغنيه بتاعه زمان يقول لك هو ما بيجددش. فقشطه، طبعا المقوله دي انا اللي عاملها ودايما بقولها في كل فيديو لعمرو، لان فعلا انا لو منه يعني مش عارف هغلط جامد يعني. المهم الاغنيه دي من كلمات عبد المنعم طه والحان عمرو طنطاوي وتوزيع حسن شافعي. على فكره عبد المنعم طه وعمرو طنطاوي عملوا معظم او الاغاني الجامده قوي قوي لعمرو دياب في التسعينات. المؤلف ده والملحن ده اللي هو الملحن الكبير طبعا عمرو طنطاوي، والجيتاريست في فرقه عمرو دياب. ونوع الموسيقى كلاسيك جاز ويعني سلو سبان، حاجه كده كلاسيك قوي. عيني وانا شايفه عايزه تاني ايه، قلبي وانا عارفه قال لي روحي فيه. انا وجهه نظري الاغنيه دي من الاغاني ممكن تكون كانت لحن وبهاء الدين محمد كتب عليها، لانه الكلام مش ممكن يعني، الكلام لازم يكون مكتوب على تيمه لحنيه. وعلى فكره ده بيحصل كتير، زي مثلا ليل نهاري. ليل نهاري لو تاخدوا بالكم، ودي كانت برضو غلطه انا بقع فيها دايما، ان بقول ايه هو ازاي خالد تاج الدين يكتب اغنيه زي دي، اللي هو يا ريت انا اشوفك قصاد، يا ريت هواجدك كان حب عادي، جنبك حياتي دي اجمل حياه، ليل نهاري تعالى حبيبي، لا ملامه حبيبي، ايه يا عم ده. بعد كده لما جيت اكتشفت، وطبعا كذا حد قال لي ومنهم انا مش عارف بقى هو يعني اقول اسمه ولا لا، بس مش هقول يعني، بس هو عارف. لما جيت اتكلمت فعرفت ان الاغنيه دي كانت لحن واتكتب عليها. فانتوا متخيلين مهما انت كنت بقى بتكتب اغاني، انا في كتير بيبعتوا لي اغاني وناس جامده، حط لي كلام اغنيه على لحن ليل نهاري، صعبه جدا. ايه يا عم ده؟ فصعبه جدا. فعشان كده اوعوا تستقلوا بالاغاني اللي كلامها بيكون غريب، بس اللحن هي بتخدم على اللحن. عيني وانا شايفه من وجهه نظري انا شايف ان هي كده، يعني شايف ان هي لحن جامد قوي. الاغنيه من النوادر برضو ان نلاقي بهاء الدين محمد مع عمرو مصطفى، دي برضو بتبقى غريبه. وتوزيع حسن الشافعي، ونوع الموسيقى بتاعتها هارد تكنو. قام الفراق، قام الفراق يا جماعه اغنيه، اقوى اغنيه عمرو غناها لايف في كل حفلاته، كانت في حفله قرطاج تقريبا 2009. الاغنيه دي انا بالنسبه لي برضو من الاغاني الجامده جدا، واخد حقها ده وش يعني، اغنيه كلام والحان وتوزيع، حتى على فكره توزيعها من الحاجات الصعبه ولكن اتعمل صح قوي. الاغنيه من كلمات بهاء الدين محمد، الحان عمرو دياب، توزيع حسن الشافعي برضو، والاغنيه نوع الموسيقى بتاعتها مقسوم. بعدت ليه خلتني اخسر اغلى حاجه في دنيتي، اغنيه حزينه دراما غلب، وفي اخر الالبوم، وحاجه انا شايفها من الحاجات اللي بقى ما خدتش حقها برضو بصراحه، لان انا شايف ان الاغنيه دي بجد مش هقول لكم بتاريخ ناس كتير جدا ممكن تكون كانت بتغني في وقتها وما بقتش بتغني دلوقتي، ولكن بجد يا جماعه اغنيه لو اي مطرب تاني خدها كان ممكن، لازم تتصور، لازم تتصور، اغنيه خرافه ومتكامله. الاغنيه من كلمات هاني عبد الكريم، وهاني عبد الكريم اول اغانيه كانت ايا ليل لشيرين، يعني انتم متخيلين الميكس. والحان خالد عز، وخالد عز برضو اول اغنيه دي كانت مع عمرو دياب بعد الليالي، بنروح في داهيه ملهاش حل.
والتوزيع لحسن الشافعي برضه. نقول اغنيه نوع الموسيقى بتاعتها سلو كده بس برضه فيها مقامات حجاز يعني فيها حاجات كده اللي هو ايه يعني عمرو برضه لازم يحط ايه التاتش او اللحن او تكون فيها حته ايه شرقي حته طرب. انا بحب الاغنيه دي قوي والالبوم ده بالنسبه لي من اقوى البومات عمرو دياب. قولوا لي انتوا ايه رايكم في الالبوم ده تحديدا وايه احلى اغنيه حبيتوها لما نزل الالبوم ده او دلوقتي. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.